لم يعد بعيدا، كنت أستطيع أن أشم رائحته قبل أن يتجمد أنفي. ما الذي جاء به إلى هنا؟ علي القيام بشيء لتدفئة نفسي، ربما أستطيع أن أوقد نارا. القداحة العجيبة، أذكر أن معي عود ثقاب. ماذا علي أن أفعل الآن؟ يجب أن أجد حلاً. ها؟ نار، حرارة، أنا سعيد، هذه عجيبة، عجيبة. ليست عجيبة، العدسة قامت بذلك. انظر إلى العدسة. ماذا؟ قربها من الضوء. ينتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج أو الماء أو الأجسام الأخرى المشابهة فيتغير اتجاهه، وقد انكسر الضوء في العدسة المحدبة التي كنت تحملها. العدسة المحدبة وسطها أثخن من طرفيها، تجتمع الأشعة بعد مرورها منها في نقطة تدعى المؤرة وتتكثف لتسمح بإشعال النار. هل فهمت كيف اشتعلت النار؟ ما الذي حدث؟ إلى أين ذهب خفيف؟ هرب مرة أخرى بسبب محاضرتك، هل أعجبك هذا؟ أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.